بعد. I'm
سليمان سعد الدين ممثل احتفالية السلام من أجل سوريا بعنوان أطفالنا قصيدة أمل والتي تقام برعاية معالي السيد والي عفرين والسيد والي جندرس. المناسبة تأتي بمناسبة الذكرى 9 للثورة السورية المباركة، الذكرى 5 لتأسيس فريق السعادة التطوعي، مناسبات عيد الأم، عيد المعلم ويوم المرأة السوري. هدفنا هو دمج العائلة بجو الحياة الطبيعي الذي كان قبل الثورة وإعادتهم إلى جو الحياة. الاحتفالية كانت أول ما شيء بالشراكة ما بين فريق السعادة التطوعي، منظمة سار للأطفال، الوكالة السورية لإنقاذ سار، منظمة دفاع تركيا. شمل الحفل عراضة شعبية، مسرحيات، غناء تراثي، غناء تركي عربي كردي، لون ما بين الثقافات الكردية العربية التركية. برأيك هيك احتفالات شو أهميتها بالمنطقة؟ إعادة الحياة إلى الوضع. كيف لقيتوا انطباع الناس على بالاحتفالية؟ فيك تسألهم لهم، بس كانوا منسجمين جدا بالحفل ونتمنى يكون عجبهم بإذن الله. شو في فقرات قادمة هلا؟ الاحتفالية هي ما انتهت، الاحتفالية مدتها 8 أيام. نحن اليوم الأول لأن في جندرس، رح يكون في يوم ثاني بجندرس خاص بالأطفال، كله أطفال. في عنا انتقال عفرين، في انتقال لراجو، في انتقال شران بإذن الله. الطفل أسامة المرعي تفضل لخشبة المسرح. Thank you.